CYC is a key channel that presents the word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. أقرأ لأجل تعلمنا المزمور رقم 150 في الكتاب المقدس، وهو مزمور التسبيح الذي نسبحه في نهاية الخدمة الليتروجية في نهاية القداس. بيبقى فيه اختلاف في الترجمة من ناحية الترجمة للغة من اللغة القبطية أو من اللغة العبرية، فبعض الكلمات يمكن تبقى غير اللي بنرتل بيه في الكنيسة أو في القداس. هللوا يا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت السور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بسنوج التصويت، سبحوه بسنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللوا يا، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. بدأت معكم مع بداية السنة القبطية في سلسلة تدريبات روحية تحت عنوان الخمس خبزات والسمكتين، وهذه التدريبات الروحية فرصة للحياة الروحية لكل من يريد أن يعرف وأن يشبع في معرفته بربنا يسوع المسيح. كلمتكم على الخمس خبزات في معناها الرمزي والروحي، والأسبوع اللي فات تكلمت عن السمكة، واحدة من السمكتين، وهي قانون الإيمان، إعلان حب. النهاردة أكلمكم عن السمكة الثانية اللي بتكمل هذه السلسلة، وهم القديسون أو سير القديسين، نماذج الحب، سير القديسين. فموضوعنا النهاردة يدور عن القداسة والقديسين، زي ما الكنيسة بتعلمنا عنهم. والحقيقة اهتمام الكنيسة بسير القديسين أحد الاهتمامات القوية في حياتنا القبطية الأرثوذكسية. وسير القديسين أحد التداريب الروحية اللي احنا بناخدها في حياتنا. تلاقوا تقريبا في كل خدمة بنذكر عدد من هؤلاء الذين عاشوا قداسة. فعندنا مثلا في التسبحة، مجمع التسبحة مليان عدد من القديسين. الزكسولوجيات هي تماجيد للقديسين. الدفنار هو كتاب يحكي أيضا سير قديسين زي السنكسار، بنقراه في نهاية التسبحة نصف الليل. تحليل الخدام أيضا نذكر فيه عدد من القديسين. في مجمع القداس في نهاية القداس أو قرب النهاية بنذكر برضو قائمة من هؤلاء، وبنبتديها بأمنا العذراء. في وسط القداس بنقول هتنيات ونطلب شفاعات وطلبات قديسين. فصارت سير القديسين أحد العلامات المميزة لحياتنا ولكنيستنا. إيه قيمة القديسين في حياتنا؟ هقول لك على ثلاث معاني مهمة تحطها قدامك، وبعد كده أكلمكم عن بعض نوعيات أو إزاي عالم القديسين دول
بنقدر نعرف فيه أسماء وتقسيمات كتيرة خالص. أولاً القديسون هم شهود للحياة الأرثوذكسية، دول شهود. ده وانت ماشي في طريقك كده محتاج الطريق يبقى فيه أعمدة نور، كل قديس هو بمثابة عدمود النور. هم شهود للحياة الأرثوذكسية وشهود للإيمان الحي، ده شاهد. وشوف بقى التاريخ الطويل من بداية المسيحية عبر أكثر من 20 قرن من الزمان، ظهر أعداد بالألاف أو بالملايين أو بمئات الملايين عاشوا في هذه القداسة. عشان كده إحنا لما بنبني كنيسة مثلا على اسم القديس أثناسيوس الرسولي، طبعا بالتأكيد ده تكريم لقداسته، ولكن نحن نبني إيمان القديس أثناسيوس الرسولي في قلب كل أحد يأتي إلى هذه الكنيسة. يعني عايزين كل واحد يبقى زي أو بمثابة أو يعيش في حياة الإيمان اللي عاشها القديس أثناسيوس الرسولي. فهم شهود للحياة، ولأن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تعود إلى هذه القرون الكثيرة، فنحن نحمل تاريخا طويلا. والقديس بولس الرسول يعبر التعبير اللطيف بتاعه وذكرته معكم قبل كده: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. موكب كبير، وأرجوك تتخيل الحكاية ده، هي موكب زي أي موكب بنشوفه، بس موكب يعبر السنين ويعبر القرون ويقف فيه كل إنسان عاش في القداسة. وأقول لك اوعى يفوتك الموكب ده، ده موكب المتجه للسماء. ولما بتشوف موكب في الكنيسة في احتفالاتها الطقسية، تتذكر على الفور الموكب الذي يؤدي إلى السماوات. هم شهود للأرثوذكسية. الحاجة الثانية أن القديسون هم أقوى مشجع للنفوس التي تسير في درب الرب، ده بيشجعونا. وعلشان كده في طقس الكنيسة، ومن الإبداعات اللي موجودة في حياتنا الإيمانية، إن إحنا مش بنعتبر الصف الأول في الكنيسة هو الصف اللي موجود المتجه للشرق، ده الصف الأول هم كل قديس موجود في حامل الأيقونات. عشان كده هم مش بيبصوا للشرق، هم بينظروا لكل واحد فينا كنوع من التشجيع وكنوع من التقوية ورفقة الطريق. عشان كده في كل قداس بنيجي في آخر القداس ونقول عبارة مهمة قوي، نقول: واهدنا يا رب إلى ملكوتك. اهدينا يا رب إلى ملكوتك، والعبارة دي لازم تطلع من قلبنا. اهدينا يا رب. كل واحد فينا بينزل من البيت يروح مشوار، يروح عمل، يروح مدرسة، يروح جامعة، يروح خدمة، يروح كنيسة، يروح عبادة، كويس خالص. لكن تذكر وانت ماشي في أي طريق، تذكر هذه العبارة: واهدينا يا رب إلى ملكوتك. خلينا يا رب أبقى ماشي في الطريق. فالقديسين اللي احنا بنحتفل بيهم عبر السنة هم أقوى مشجع، عامل بالظبط زي ما باجي طفل كده صغير عمره 10-12 سنة وعايز أشجعه، فأجيب له كده طالب ناجح في كلية حلوة وأقول له كان زيك طفل صغير ووصل للكلية دي بشطارته واجتهاده. فبتبقى نوع من التشجيع، أنا عايز أطلع زي فلان. ولذلك من حرص كنيستنا
أننا نسمي أبنائنا وبناتنا بأسماء قديسين وقديسات، ولكل إنسان نصيب، لكل إنسان نصيب في حياته من اسمه. وعشان كده شيء مهم جدا أنك تسمي ابنك وبنتك أسماء قديسين، ولأننا أقباط نسميهم أسماء قبطية، والأسماء القبطية كتيرة خالص بمعانيها. يعني مثلا في وقت من الأوقات كانوا يسموا كلمة سامي، واحد يسموه سامي اسم حلو خالص، لكن في هو معنى لواحد من القديسين اللي هو القديس الأنبا بيشوي، سامي أو عالي. وهكذا قيسوا أسماء كثيرة. الخلاصة أنهم مشجعين لطريق الفضيلة. الأمر الثالث أن القديسون هم نماذج للفضيلة، نموذج، ده نموذج الفضيلة تتجسد فيهم. يعني عندما أذكر اسم القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم الأسبق، على طول أنت تعرف أن أنا بتكلم عن فضيلة العطاء. وقيس على هذا، هم نماذج للفضيلة. عشان كده ليس المقصود أسماءهم بل الذين عاشوا حياتهم. والقديس ماري إسحاق له تعبير لطيف قوي، شهية جدا هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء، وهي كالماء للغروس الجدد، زي ما جاء أروي نبتة جديدة تقوم تطلع تكبر بسبب المية اللي برويها. لما بتقعد في البيت وتقص وتحكي لأبنائك وبناتك سير القديسين، يطلع ابني وبنتي مشتاق لحياة الفضيلة. لما تهمل كده هيعرف الفضيلة منين؟ ولذلك كتاب السنكسار وهو الجامع لسير القديسين هو كتاب مهم جدا في كل بيت، ومهم جدا انك تفتحه كل يوم، ومهم جدا انك تقرأ كل يوم سيرة القديس او القديسة او سيرة الحدث الكنسي اللي موجود فيه وتعيش في الجو ده. ولو عندك اطفال صغار من فضلك اقعد وياهم، وعدي وياهم واقرأ كتاب السنكسار يوميا. وتصور كده لما كل طفل يطلع وعمال يسمع كل يوم سيرة قديس أو قديسة، سواء عاش في مصر أو خارج مصر، وعاش في زمن قريب أو زمن بعيد، سواء كان رجل أو امرأة، ويبقى باب القداسة مفتوح قدام كل أحد. تدريب مهم جدا، وده اللي أنا أقصده من السمكة التانية، كأننا سمكة بناكلها فإحنا بنشبع بسير القديسين دي. بننظر لعالم القداسة إزاي؟ عندنا أول مجموعة من هذه الشخصيات التي عاشت القداسة هم قديسي الكتاب المقدس، قديسي الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. دول بنسميهم الشخصيات الكتابية، وشيء حلو ان احنا نسمي اولادنا وبناتنا باسماء كتابية من الكتاب المقدس. والكتاب المقدس فيه اسماء صغيرة وفيه اسماء يمكن تكون طويلة شوية، لكن مليان اسماء حلو، بل فيه اصحاحات مليانة اسماء. يعني زي رومية 16 تلاقي اصحاح في أكثر من 20 اسم مذكورة في هذا الإصحاح في نهاية رسالة رومي. الشخصيات الكتابية بنلاقي فيها ثلاث نوعيات: شخصيات جاءت أسماءها مرة واحدة في الكتاب المقدس، زي مثلا شخصية موسى النبي
فيش حد تاني في الكتاب المقدس سمى موسى، هو واحد بس، واسم موسى تكرر أكتر من 700 مرة في الكتاب المقدس، فاسمه منفرد ووحيد. وزي ما قلت لك من شوية إن كل إنسان له نصيب من اسمه، فموسى زي ما كلنا نعرف معناها المنتشل من الماء، وفعلا حياته ابتدت بهذه الحادثة. النوع الثاني من الشخصيات الكتابية شخصيات لها أسماء متكررة، يمكن من أكثر الأسماء المتكررة اسم يوسف. يوسف يعني يزيد في النعمة، يزيد. ويوسف نقرأ عن يوسف الصديق في العهد القديم وموقف العفاف اللي وقف فيه، ونقرأ عن يوسف النجار الذي كان مرافقاً وحارساً في وقت تجسد ربنا يسوع المسيح لما تولد من أمنا العذراء، ونقرأ عن يوسف الرامي، شخصية وديعة وهادئة اللي شاركت في دفن السيد المسيح زي ما بنعبر عليه في الألحان يوم الجمعة العظيم. ده اسم كتير، وفي أسماء، والأسماء ده طبعاً بنعرف عنها كتير قوي، يعني موسى النبي نعرف عنه كتير خالص من الكتاب، يوسف الصديق يكاد يكون قصة حياته كلها قدامنا، وهكذا. لكن توجد طائفة ثالثة من الشخصيات الكتابية، أسماء يمكن أن نقول عليها أنها عاشت في الظل، ما كانتش باينة قوي وإن كان تأثيرها قوي جداً. هدي لك مثال زي برنابة. برنابة واحد من 70 من الرسل 70، كان رفيقا للقديس بولس الرسول، وظهوره كان ظهور محدود جدا، يمكن ايتين ثلاثة، ولكن عمله كان عمل كبير، لان هو اللي قدم بولس اللي كان شاول الترسوسي، قدمه لجماعة الرسل. برضو من الأسماء اللي تبقى في الظل شوية مردخاي في قصة أستير. برضو مردخاي ده كان يعني بمثابة حارس أو غفير، لكن كان له تأثير كبير جدا زي ما بنقرأ في سفر أستير أو الملكة أستير. ده النوع الأول أو القسم الأول، الشخصيات الكتابية. طبعا أمنا العذراء زي ما فيه أمنا العذراء مريم، أيضا توجد مريمات أخرى، ربما من أشهرهم مريم أخت موسى النبي، وهي اللي قدمت تسبيحة العبور وقادت الترنيم والتسبيح، وهكذا. اسم بيتكرر كتير برضو. المجموعة الثانية من الشخصيات اللي عاشت في القداسة بنسميهم كده شخصيات التاريخ الكنسي القديم اللي في القرون اللي فاتت ما حدش فينا شافهم، ودول دائما يبقوا على نوعيات أربعة، يا من الإكليروس نصيب الرب، يكونوا أباء بطركة، أباء أسقفة، أباء كهنة، شمامسة، أو معلمين، أو شهداء، أو نساك. بنسميهم كده قديسي التاريخ الكنسي القديم. يقف بالنسبة لنا كمصريين، يقف على رأسهم القديس ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد. قديس ماري مرقس اللي تحمل هذه الكاتدرائية اسمه المبارك، ومزاره موجود هنا، وله مزار آخر في الأسكندرية، وله كاتدرائية كبيرة جدا في فينيسيا في إيطاليا. والقديس ماري مرقس
رسول إنجيلي كتب بشارة معلمنا مرقس واستشهد على أرض الأسكندرية ونحمل كلنا اسمه ونسميه كاروز بلادنا المصرية. لكن تعال وياي كده وأنا بحكي لك عن قديسي التاريخ الكنسي القديم. الإكليروس بيمثلوا أمانة الخدمة، والمعلمين بيمثلوا استقامة الإيمان، والشهداء بيمثلوا نقاوة الحياة اللي قدموا دمهم، والنساك بيمثلوا سماوية الحياة، الحياة السماوية اللي بيعيشوها في النسك والزهد. من الإكليروس في التاريخ، في تاريخنا الكنسي، القديس أثناسيوس الرسولي. والقديس أثناسيوس الرسولي تاريخه عظيم وكتاباته عظيمة، وهو الوحيد الذي حمل لقب الرسولي في بطاركة كرسي الأسكندرية، وهو الذي نسميه حامل الإيمان القويم، وأيضا له مزار في هذه الكاتدرائية. والقديس أثناسيوس بنفتخر إن احنا ننتمي إليه، ونفتخر إنه قاد الكنيسة أكثر من نصف قرن. وباختصار نقول عليه عاش أمانة الخدمة. يعني مثلا القديس أثناسيوس نعرفه طبعا لارتباطه بالهرطقة بتاعة أريوس وبالتاريخ ده، لكن مثلا لما بتزوروا منطقة دير ماريمينا ومنطقة الأثار التي كانت ذات يوم ذو شأن عظيم، الذي دشن الكاتدرائية القديمة هو القديس أثناسيوس الرسول. عمل من أعماله، أول من رسم أسقف للحبشة كان هو القديس أثناسيوس الرسولي. أعماله كثيرة، ولذلك نضعه في أمانة الخدمة. قبله بقليل كان يوجد القديس البابا ديمتريوس الكرام، وسيرته أظن كلنا بنحبها. عاش بتولا مع زوجته وفي سن متقدم جدا، وقصة عنقود العنب اللي وجد في غير زمانه ودخل يقدمه للبطرك اللي قبله، وكان أن أختير وصار بطريركا رقم 12. ورغم تعليمه المحدود إلا أن الله أعطاه نعمة كبيرة في حساب الأبقتي. وحساب الأبقتي هو حساب قبطي، كلمة أبقتي معناها باقي، لما نعمل عملية حسابية وتبقى باقي. فهو اللي وضع حساب الأبقتي، ووضع حساب السنة الكنسية، نسميها السنة الحسابية. وكان شخص في قداسته وفي ما قدمه، وأيضا أمانة الخدمة. أسماء كثيرة طبعا ما أقدرش أحصر كل الأسماء، لكن دون من الإكليروس طبعا نوايات كثيرة خالص. مجرد أنا يعني بقدم قدامك كده بعض العينات أو النماذج اللي هي تشجعك. النوع الثاني المعلمين أو الفلاسفة. وعايز أقول لك إن الفلسفة في بداية المسيحية كانت هي الحاكمة في كل العلم، ولذلك الآباء المعلمين الأوائل أو الأول لما كانوا يقدموا المسيحية كانوا يقدموها من مفهوم فلسفي. أحيانا نقول على القديس بولس الرسول الفيلسوف واللاهوتي، ونقول على أثناسيوس الرسولي كده برضه. ظهر طائفة كبيرة من المعلمين في تاريخ الكنيسة، أثيناغوراس، العلامة ترتليان ونسميه علامة، العلامة إكليماندوس، بانتينوس، أوريجانوس، وإن كان في بعض كتاباته غير مقبولة أو يعني فيها بعض الملاحظات.
لكن من كثرة علم هؤلاء نسميهم معلمين وفلاسفة. والحقيقة لما بنقرأ بعض الكتب اللي كتبوها وقدموها تجد فكرها متطور جدا جدا. ترتليان مثلا عمل كتاب اسمه المربي، مربي، مربي التربية يعني، كأنه عايش ويانا النهاردة، ويضع أساسيات ومبادئ للتربية كأنها عايشة، كأنها طالعة النهاردة، رغم تقدم العلم النهاردة ما كانش موجود زمان. هؤلاء يمثلوا استقامة الإيمان. وكان في التقليد الكنسي القديم أن يؤخذ بابا الأسكندرية من مديري مدرسة الأسكندرية اللاهوتية، يعني يوصل مدير للمدرسة ياخدوه يبقى هو بطريرك الكنيسة. العلم هذا نسميه استقامة الإيمان. ولذلك الإيمان غالي علينا النهاردة جدا وإلى نهاية الأجيال. نمرة ثلاثة من نوعيات هؤلاء الشهداء، هؤلاء يمثلوا نقاوة الحياة. وعايز أقول لك كنيستنا كنيسة شهادة، وقدمت شهداء وتقدم في كل زمن، وهذا ليس أمر غريب على الكنيسة. وإحنا النهاردة لما نعيش وإحنا في بدايات القرن 21 لازم نعرف إن إيماننا اللي عايشينه وبنحياه وبنفرح بيه لم يصل لنا سهلا، ده بداية من القديس ماري مرقس، مرورا بتاريخ طويل لمن قدم دمه شهادة حية. إن اتكلمت عن الشهداء المصريين هلاقيهم كتير قوي. ماري مينا أشهر شهيد قبطي مصري، قديسة ديميانا أشهر شهيدة قبطية وأيضا ناسكة. يمكن تقول لي مريمينا والقديسة ديميانا دول عاشوا في البتولية وعاشوا كده فرادة، أقول لك طب إيه رأيك في القديسة رفقة أم وأولادها الخمسة أسرة، أو الأم دولاجي وأبنائها؟ تقول لي دي حاجة محدودة، دي يمكن تكون كده يعني نماذج، أقول لك لا. طب إيه رأيك في القديس موريس والكتيبة الطيبية اللي يقدر عددها 6000 وشوية، قديسة فيرينا اللي كانت خادمة وياهم أو بمثابة كمان يعمل في التمريض، وإيه رأيك في شهيدة الأسكندرية القديسة كاترين، التاريخ الطويل والدير اللي موجود في سيناء دير سانت كاترين، وهي أصلا شهيدة قبطية في الأسكندرية. شهداء وفي كل زمان والتاريخ طويل، والسنكسار يقدم لك عينات رائعة، وسير القديسين تقدم لك عينات رائعة. اختار وعيش. النوع الرابع النساك أو المتعبدين، دول الذين عاشوا سماوية الحياة، زي ما بنقول عليهم على الآباء النساك والعباد واللي سكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. مفيش سبب غير انهم بيحبوا المسيح. ايه اللي يخليك تعيش في شقوق الارض، في المغاير، في البراري؟ ايه اللي يخليك تعمل كده؟ يقول حاجة واحدة بس، محبة المسيح الفياضة خلتني احيا هذه الحياة. مش واحد ولا اتنين، ده عشرات ومئات والوف عاشوا. في البداية كان القديس انبا بولا
اللي بنسميه أول السواح، قصته عارفينها وديره اللي موجودة على أرض بلادنا. ثم القديس الأنبا أنطونيوس الذي وضع شكل الحياة الرهبانية، القديس أنبا مكاريوس، ثم القديس أنبا بخوميوس الذي وضع قوانين حياة الشركة وتيجي من مصر تروح لغاية العالم كله ويقول لك الدير بتاعنا، أي دير نزوره بره أو معظم الأديرة، الدير عايش بحياة الشركة بقوانين القديس أنبا بخوميوس. أيضا القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين، رئيس المتوحدين لكن جعل من أديرته في سوهاج محل نظر ومحل يجمع فيه كل الشعب حتى في أيام المجاعات، نساك ومتعبدين لكن لم ينفصلوا عن جسم الكنيسة. كل ده في التاريخ الكنسي القديم. المجموعة الثالثة بنسميها برضو قديس التاريخ الكنسي بس المعاصر، معاصر يعني تقريبا 100 سنة الأخيرة، يعني في بعضنا شاف هؤلاء. من الإكليروس نتذكر البابا كيرلس السادس والمجمع المقدس في كنيستنا اعترف بقداسته في شهر يونيو اللي فات، يوم 20 يونيو. طب ده كان بترك. كمان في نفس التوقيت المجمع اعترف بالأرشيدياكون حبيب جرجس، وده كان شماس. وأيضا طبعا في أسماء كتيرة جدا. نتذكر قبلهم القديس الأنبا إبراهام، وده كان أسقف. بس أرجوكم وأنا بتكلم لا تربطوا بين موقعه أو منصبه وبين حياة القداسة، مفيش ربط.